بالنسبة لكده دورة حياة النبات الفجير من الصراخس. فده بيحصل كالآتي: أول حاجة عندنا النبات الجرثومي 2 نون أهو، وعندنا أوراق وعندنا ريزوما وجذور عرضية. اللي بيحصل إن في بثرات على الأوراق، بثرات توجد على سطح السفلي لأوراق النبات الجرثومي تحتوي على حوافظ جرثومية. الحوافظ الجرثومية دي اهي اللي هي رقم 2 دي، تحتوي على خلايا جرثومية 2 نون تنقسم ميوزي لتعطي جراثيم نون عند نضجها لتتحرر من حوافظ الجرثومية فتحملها الرياح لمسافات بعيدة. الجراثيم دي هيحصل لها انبات الجرثومة، هيستنبت عندما تسقط على تربة رطبة مكونة عدة خلايا تتميز الى النبات المشيجي، فتكون لنا النبات المشيجي اللي عامل زي القلب كده وله اشباه جذور، وفي النص فيه هنا هنلاقي في حاجة اسمها الارشيجونيا والانسريديا. الانسريديا دي والارشيجونا، الارشيجونا بيبقى فيها البويضة والانسريديا بيبقى فيها اللي هي السابحات المهدبة او الذكور، فتطلع منها وتنتقل للارشيجونا عشان تلقح البويضة. فيحصل في البويضة انها يحصل الزيجوت اللي بنسميه اللقاح ويبقى 2 نون، وتنقسم مكونة نبات جرثومي ينمو فوق النبات المشيجي نفسه، او النبات الجرثومي ينمو فوق النبات المشيجي نفسه اللي عامل زي القلب، والنبات المشيجي بيبقى ضامر اللي هو نون، والنبات الجرثومي الجديد يبقى 2 نون، وبعد كده يبدأ يتلاشى النبات المشيجي وينمو النبات الجرثومي لنرجع للشجرة أو للنبات الأولاني. ده كل اللي نقدر نعمله.